بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد صلاة فجر اليوم التوافد إلى صعيد عرفات قادمين من منى لأداء ركن الحاج الأعظم وقفة عرفة، لكن أداء هذه الشعائر هذا العام لم يكن يعني كما كل عام، فهذا الموسم تميز بإجراءات وقائية غير مسبوقة، الهدف منها حماية ضيوف الرحمن من انتشار فيروس كورونا. سلطات المملكة العربية السعودية استعانت بأفضل التقنيات والتكنولوجيا والممارسات الصحية لتطبيق ذلك، وأبرز هذه الإجراءات والتطبيقات هي سوار رقمي وظيفته مراقبة تحركات الحجاج عند التوجه لأداء الشعائر في أوقات محددة، ومن خلال ذلك يصبح بالإمكان تفادي الاحتشاد وتطبيق التباعد الاجتماعي في الوقت نفسه. أما التقنية الثانية والتي كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس فهو ملابس خاصة تم منحها لكل الحجاج، هذه الملابس غير عادية بالطبع، فهي مزودة بشريط من تكنولوجيا النانو الفضية وتساعد على قتل البكتيريا وتجعل الملابس مقاومة للمياه. إضافة لكل ذلك السلطات فرضت إجراءات وقائية مختلفة كتعقيم الجمرات التي سيحصل عليها الحجاج، كما منعت لمس الكعبة ووضعت مسارات محددة للطواف حولها لمنع أي ازدحام. ينضم إلينا من جدة أستاذ في جامعة فيصل خالد بطرفي، أهلا بك أستاذ خالد عبر شاشة سكاي نيوز عربية. بداية، كيف رأيتم هذه الإجراءات وإلى أي مدى نجحت؟ أختي الكريمة، هذه الإجراءات كان لابد منها وكانت من باب الحرص كما ذكرتي في هذا التقرير على صحة الحجاج والمعتمرين وصحة أهاليهم عندما يعودوا إليهم في نهاية المطاف والمجتمع ككل. أي حاج يعني يحظى بالاختيار تقوم وزارة الصحة بالاتصال به ثم تأخذ معه موعدا وتأتي لتقيس كل درجات يعني العوامل الصحية لديه وتتأكد أنه ليس لديه كورونا، ثم تعطيه حقيبة، في هذه الحقيبة يجد هذا الإحرام الذي ذكرتموه وهو بتقنية النانو، ويجد أيضا سوار مرتبط بالموبايل في جيبه أو في حقيبته وكافة الأشياء الأخرى، يعني بطاقة تستطيع من خلالها الوصول إلى القطارات، إلى النقل، إلى كل الأماكن التي يحتاجها، ثم يعطى موعد للتوجه إلى القطار إذا كان في جدة مثلا أو المطار إذا كان في الرياض أو في مناطق أخرى، يستقبل في طائرات معقمة مجهزة لنقله متباعدة بين المقاعد، عندما يصل يستقبل في حافلات أيضا فيها نفس الاحتياطات في التباعد وفي وجود ممارسين صحيين أو أطباء معه ورجال أمن. هل تتخيل أن هناك 6000 رجل أمن وممارس صحي ستين ألف، يعني لكل شخص هناك حوالي 6 أشخاص في خدمته، ثم ينتقل إلى الخيمة أو إلى مقر الإقامة فيجد أن كل شخص تقريبا في خيمة واحدة أو في وحدة سكنية مستقلة، عندما يذهب إلى الحرم أيضا يجد أن هناك الخطة التي أشرتم إليها في التباعد خلال الطواف، يعطى التعليمات مبكرا ويجد من يراقب هذه التعليمات. من بين 10,000 الذين تم اختيارهم 7,000 من المقيمين و3,000 تم اختيارهم من السعوديين جميعهم، إما من رجال الأمن أو من وزارة الصحة، وبالتالي حتى من ضمن 10,000 هناك من يقوم بخدمتهم
وتوجيههم. سيد خالد، يعني إذا أردنا المقارنة بالسنوات الماضية، هل هذا العام كان مختلفا يعني بنسبة كبيرة مع كل هذه الإجراءات، أم أن حجاج بيت الله الحرام لم يتأثر عددهم فعليا وكثيرا يعني رغم وللأسف ظرف كورونا؟ نعم، هو حج استثنائي بكل المقاييس. أولا نسبة للعدد، يعني من حوالي 2.5 مليون إلى 10,000، ما في شك هناك فرق كبير. اثنين، نسبة إلى عدد الذين يخدمون الحاج، كانت هناك حوالي 300 ألف في خدمة 2.5 مليون، الآن 60 ألف في خدمة 10,000، وكما ذكرنا حتى 10,000 في بينهم 3,000 متخصصين إما صحيين أو أمنيين. أيضا كل شيء مجانا، يعني كل الأشياء التي ذكرتها لك تقدمها الدولة لكل حاج، سواء في عملية النقل أو في الأشياء التي يعطى والتجهيزات التي تعطى له في السكن، في النقل، في كل شيء، هو خدمة أو هدية مقدمة من المملكة العربية السعودية. نعم سيد خالد، ماذا بالنسبة لفترة الحجر عندما يعود هؤلاء الحجاج؟ يعني هل هناك فترة أيام، عدد معين من الأيام حيث يجب أن يبقوا في منازلهم؟ ماذا بالنسبة للحجر؟ طبعا هناك عملية فحص دوري للحجاج، وكما ذكرت لك من بين الحجاج يعني المقيمين هم ويعني أطباء، وأيضا هناك عشرات المستشفيات والمراكز الصحية، وبالتالي فأي شيء يعني يشير إلى أن هذا الحاج ارتفع درجة حرارته أو أصيب بالتهاب في الحلق أو كحة أو أي شيء من هذا القبيل، على مباشرة يتم الكشف عليه ونقله إلى أحد هذه المراكز أو المستشفيات لعلاجه، وبالتالي فهو يعني مراقب طوال الوقت على مدى الساعة، يعني كل العلامات الحيوية مراقبة، أي إشارات لأي مرض مراقب سواء كان كورونا أو غير كورونا، وبالتالي العزل الذي يحصل عليه أو يجب أن يقوم به هو من باب الاحتياط الزائد حتى لا ينقل المرض لا سمح الله وأي مرض آخر إلى من يعني من إلى أسرته أو إلى المجتمع. أيضا هناك يعني applications، هناك تطبيقات على الجوال تعطى له بحيث يتعرف على كل هذه الأشياء التي ذكرناها وعلى النصائح، ويعرف موقعه في كل لحظة، يعني الدولة تعرف، هو يعرف أين هو موجود في هذه اللحظة، وأقرب المراكز الصحية إليه، أقرب المراقبين الصحيين إليه، وبالتالي فهو دائما يشعر بالأمن، وأنه يعرف مكانه ويعرف احتياجاته ويعرف المطلوب منه في كل لحظة. أستاذ في جامعة فيصل خالد بطرفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من جدة.